موقع المشاهد نت نشر تقريرا عن منع صيادي الشحر بحضرموت من الاصطياد في شواطئ المدينة. يقول الموقع بأنه رغم وفرة الأسماك على تلك الشواطئ، إلا أن صيادي المدينة يعانون من منعهم من الاصطياد التقليدي في شواطئها منذ أكثر من 20 عاما. وفقا للموقع فإنه منذ إنشاء ميناء الضبة النفطي زادت المعاناة، كما يقول عضو جمعية المجرف السمكية سعيد بن عويش للموقع. ويلفت إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية منعت صيادي المنطقة من مزاولة أي نشاط في سواحل المنطقة بشكل نهائي. أحمد الكفو وهو أحد الصيادين قال للموقع إن وقفات احتجاجية نفذت أمام بوابة مطار الريان الذي تتخذه قوات التحالف مقرا لها، مطالبين بالسماح لهم بالاصطياد في المناطق وفق آلية أمنية تتم بالتوافق مع الجهات المختصة.